والمنشدين الرائعين الأستاذ علي خليفة والأستاذ أحمد سند إلى الملتقى. 3 2 1 اللي يعيش في الدنيا يشوف فيها الصادق والخداع، فيها الطيب والشراني، فيها الظالم والطماع، فيها الشر وفيها الخير، فيها الشر وفيها الخير، على مر الأيام في صراع، ناس فاكرين الظلم شطارة، ناس مش عايزة الخير للناس، واللي ظلمكوا يا أهل الحارة بكره يشرب نفس الكاس، بكره يشرب نفس الكاس. اللي يعيش في الدنيا يشوف فيها الصادق والخداع. شكرا ليكم على برافو برافو على قد ما قدرت. بس الحقيقه استاذ علي كان ايكو شفتني سند. شفتني يعني انت قلت لي انا هقول ليري ليري شفتني انا الايكو شفتني انا الايكو طيب برافو يا دكتور انا دعمته انا دعمته نعرف الفرق الشاسع بعد ما نسمع الشرع لا مش عايزين نسمعها لا استاذ حاجه جماليه يلا بينا لا 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 يلا بينا ما يهمناش الدنيا يشوف فيها الصادق والخداع فيها الطيب والشراني فيها الظالم والطماع فيها الشر وفيها الخير فيها الشر وفيها الخير فيها الشر وفيها الخير على مر الأيام في صراع ناس فاكرين الظلم شطارة ناس مش عايزة الخير للناس واللي ظلمكوا يا أهل الحارة يشرب نفس الكاس بكرة يشرب نفس الكاس شفت الفرق عامل ازاي؟ قريب قريب برضه قريب لا فرق ايه؟ في فرق بين منشد وبين منشد منشد لا بس عايز اقول ان بين غضنفر الفرق طفيف الفرق طفيف جدا لا 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 والله بجد يعني الله. انا شخصيا استمتعت بانشاده حبيبي مش كده؟ حبيبي اه والله شفت حاجه يعني بصراحه ما تسمعش يا استاذ بقول لك يا استاذ بقول لك بدا حياته منشد شعبي انا في الموالد وكده